بيحصل دلوقتي؟ ما اعرفش، يمكن الدكتور سيد عنده اجابه السؤال ده. يعني تمثال زي تمثال عبد الوهاب ده فين يا جماعه؟ تمثال عبد الوهاب ده باب الشعريه، باب الشعريه مش كده؟ وهو كان لون واحد اللي هو حاولوا يعملوه ان هم بيلونوا كنوع من ان هم بيجملوا. ما هو دي لانه بيشرب، هو بيحس. حطوا عليه شوكولاته ماكسي ولا ايه؟ لا بجد يعني ده يمكن الله يرحمه الاستاذ محمد رمضان ما كانش بيحب الشوكولاته يعني. لا هو اللي بيحصل ان هو بيسند الاعمال للمقاولين، فالمقاول بيبقى ده جزء داخل الموضوع. بس احيانا بيشرف يعني عليه. وانا بسال حضرتك كفنان يعني كيف يمكن، مع احترامي لكل المقاولين، كيف يمكن ان يسند عمل زي ده لمقاول؟ مش هو مش العمل يعني. هو للاسف الشديد اللي بيحصل ان المقاول بيتطوع منه لنفسه، انما هو بيسند. مش في لجنه بتستلم؟ لا ما هو لا هو طب اللجنه ممكن تكون. ما هو انا اقول لحضرتك حاجه. طبعا لا لا طبعا هو ده اللي بقوله لك. احيانا كده. طيب ده نفس التمثال. لا هو نفس التمثال بعد ما يعني يعني تدخلنا واتعمل الكلام اللي بيحصل ده يعني ما بياخدش في غضون اسبوع. اول ما بنشوف زي التماثيل بتاعه الهرم الفلاحه المصريه ما بياخدش في خلال اسبوع الا بتلاقينا نتحرك ونعمل ده.